رحم الله الشيخ الحبيب العزيز الذي وصف بأنه سيف قاطع للحق، عن كتبي أو عن غير كتبي، كتبي لا تحتاج من يدافع عنها، يكفي لأي طفل ذي فطرة سليمة أن يقف أو أن يتنصت لبيت واحد من الخصيب ويقرأ بمنهج الخصيب لا بمنهج هواه حتى يفهم كل شيء. عندما يقول الخصيب: وسري ليس يعرفه حكيم على التفصيل إلا الفيلسوف على التفصيل، هذه كلمة على التفصيل، لا الغاب ولا الحضر يساوي معنى هذه الكلمة التفصيل. أعني إذا قرأتم أو إذا أردتم أن تعلموا أمرا أو تقرأوا أمرا فاقرأوه بمنهج هذا الشيخ العظيم، هذا العبقري الذي لا نظير له. أنا دورت كل الدنيا وكتبت في كتاب من كتبي في مقدمة إهدائي لرسول الله فن المنتجى بالعاني، قلت لو أنني وجدت في بيت يهودي أو في بيت مسيحي أو في بيت بوذي ووصل وعي إلى ما وصل إليه لاخترت خيمة أبي وبيته، يعني لاخترت ما وجدت نفسي مولودا في مهده. المقصود أن هذا منهج عظيم شرط أن نقرأه بعقليته. وإذا سيف للحق يقرأ السيف، هذا منهج للقراءة. فأنا أحول إلى ضمائركم الكلمات الأخرى: سيف للحق ونور للخلق. الآن أنا أتكلم بمزياع على كهرباء، وأنتم أيضا تستضيئون بكهرباء. يوم كان الرئيس عبد الناصر يجيء إلى حماه وكنا طلابا في ثانوية أبي الفداء، وقفت مرة وألقيت قصيدة كنا نطالب بكهرباء لهذه المنطقة، منها: جاء من غيبته والدنا لنرى النور بأقصى سلحبي، بأقصى سلحبي، هذا من أقصى سلحب، شطحة من أقصى سلحب، ما وراء، يعني نحن نرجو عبد الناصر أن ينير المنطقة لأنها لم تكن منارة، وإن لم يكن عبد الناصر أمهل ليتم هذا النور على هذه البقعة الخصبة من الكون، فإن حافظ الأسد الرئيس الأسد أتم هذا النور وأوصله إلى حيث نتكلم بالمزياعات ونقرأ بالكهرباء. إذن نور للخلق، هذه قراءة سريعة. وأما خصب للرزق، والله فليسمعني المتعصبون للغة. يا أخي، هذا الغاب بالجغرافيا الطبيعية قرأناه أنه خصب، هي بقعة خصبة لأنه فيها عاصي، وإن كان العاصي طاع ولكن صار بأبناء العاصي عاص على المعاصي، أرى فيكم العاصي على المعاصي. فأقول هذه البقعة مشهورة في الطبيعة، مشهورة في الجغرافيا الطبيعية أنها خصبة، بس الله يدل يعرفون قليلا من الحق، والكثير أن أهل هذه البقعة من الأرض هم الأكثر خصبة. لماذا؟ أنا أستطيع أن أحيل ذلك إلى من يعرفون أبي. هؤلاء بشر أهل الغاب ما بياخذوا أشياء بسيطة، بياخذوا الرجال. لك أخي عبد الحميد منين هو؟ شيخ عبد الحميد من أي بلد؟ هذا من غرب الشعرة، مو هيك يا سيدنا صالح سليمان؟ إيه، هذا من غربي الشعرة، شو جابوا لشرقي الشعرة؟ فين يعرف؟ ها، جلبه جاذبية أهل الغاب، كرم أهل الغاب، محبة أهل الغاب، سخاؤهم، سخاء إذن البقعة ليست خصبة بالتربة بقدر، نعم هي خصبة بالتربة، ولكن جزء من ألف من خصب أهلها بالحب ومن خصب أهلها بالسخاء. بقي شيء عليا؟ كلمات السبع صاروف، ها؟ أنا ما أنسى، ليك ماني على كل حال، هو مكتوب يا أخ صالح، مكتوب ومطبوع ويدرس بالجامعات فورا. أنا قادم إليك عندما أترك هذا المزياع، تعيش. فإذا أخي، نحن نشهد أن هذا الغاب خصب بأهله أكثر منه خصب
بتربته، والدليل على ذلك قبر أبي يشهد وقبر الشيخ عبد الحميد يشهد وما أحد منهما في الأصل من الغاب. وأيضا هدية لأهل الغاب فوق الأعتاب، إن جلال الدين الرومي الذي يقال في الدنيا إنه شاعر الصوفية الأكبر يقول بكى الناي الذي الزمر يعني الناي، يقول هذا الناي لماذا هو حزين؟ لماذا عندما ينفخ بالناي يعطي صوت الحزن؟ يقول لأنه يحن إلى الغاب، يحن إلى الغاب الذي قطع منه. وأنا إن جئت وتكلمت وقدس الله أرواحكم وأرجو الله أن ينور أشباحكم وأن يزيد ضمائركم لألأة لتكونوا في التفصيل الحقيقي الذي أرادكم له شيخ الطريق. قلت نحن جئنا لمثل هذا، بقيت كلمة الصدق، هذا الصدق فيكم أنتم ليس بحاجة إلى الشرح. يا سيدي نقيب الأشراف، يا سيدي ذا الرئاستين، أرجو أني قلت عنكما وأرجو أن تشهدا كذلك لعالميكما كيف ننقل الأمور وكيف نقول للمسيء أساء وللمحسن أحسن. وذكرت الأسماء بالذات لتبلغ، أنا أبلغها لأصحابها لأن يكتبها بالكتب حتى يتعارف الناس. الناس كان يقول الإمام علي الرضا، سلام الله على الإمام علي الرضا وهو الإمام الثامن، والحق أن أتمثل بقول الإمام السابع لأني أخذت 7 كلمات باليوم السابع من الشهر السابع، والسابع معني به الإمام السابع، لكن أذكر من ولده علي الرضا قولا كان يجمع الناس كما سوف تحتشدون بعد قليل للطعام هنيئا مريئا وأنا أبشر الجائعين، كان يجمع خدمه، خدم الذي له، ويأكل معهم على مائدة واحدة، فيقول له يا ابن رسول الله ما يصح هذا الكلام، أطعمهم هم يحرجون بحضرتك، قال لهم لا، الرب تعالى واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال، هذه هي القضية. لكن الإمام السابع يقول بألزم كلمات، 7 كلمات لكن أذكر واحدة منها، هلا لو سألنا ما هو ألزم العلم للإنسان، لا أشغلكم بالتفكير كثيرا، خذوها من الإمام الكاظم، الإمام السابع سلام الله عليه يقول ألزم العلم لك ما دلك على صلاح قلبك وأرشدك لإصلاح فساده، أولى العلم بك العلم الذي لا يصح لك التعلم إلا به، فما هو هذا العلم؟ سلوا من قال وسري ليس يعرفه حكيم على التفصيل إلا الفيلسوف. سلام لكم وسلام عليكم، وقدس الله أرواحكم ونور أشباحكم وأطال الله أعماركم وأخذ بأيديكم أجمعين لتكونوا في هذا المنهج النقي السليم. ومعذرة كل المعذرة إن شعر أحد أنني أسأت له أو للحق، لكن لا تنسوا سيف للحق ونور للخلق وخصب للرزق بصدق.